ماذا لم تفكر السلطة في هذا الأمر وفي هذه الحلول منذ سنوات مضت؟ أنت كنت في الوزارة لثلاث وزارات متخصصة في الاقتصاد والمالية، لماذا لم تفكرون من قبل في هذه المرحلة في إيجاد حلول؟ هكذا الناس يقولوا لي، ماما يقول أنت كيفاش كنت في الحكومة؟ يا ودي تفكر ولا ما تفكرش؟ سا سي غايا. انا قلت لك هدرت، حابين نعطيك نقدر نقول نقدر اشياء احتراما برك. قلت 20 مره انايا في مجلس الوزاره لرئيس الجمهوريه، يا ودي ما ماشي هكذا، يا ودي هذه السياسه ما نقدروش عليها، ما نش نقول ماشي مليحه. مادا بيا الله ان شاء الله ربي نوكل الشعب الجزائري باطل طول العمر، بصح ما كانش هذه الجنه وما تضمنش الشيء هذا. لماذا لم تستقيل؟ وشكون قال لك ما استقلتش؟ ماذا تعرفين عن ثلاث وزارات؟ يعني درك الناس هذا اشكال اخر، حنا نهضروا الى نهضروا دوك. لا انا تجربتي انا معليش، اعطيني حصان جي معك نتكلم لك في هذا النقطه. انه كل هذا الاقتراحات وكل هذا، يعني ما شاء الله عليك عندك هذا المعرفه في الاقتصاد وفي التسيير، ولا يؤخذ رايك بعين الاعتبار كوزير؟ هذا اللي يكرهوه واحد كيما انا يكرهوه، هو المنبوذ ومكروه ويشكوا فيه ويخافوا منه، يقول لك ودي هذا ماشي كيما احنا وما يديرش كيما احنا وخذوه يكشفنا ويفضحنا. هذا ما كان، هذا البروفيل هذا هو المنبوذ في هذه البلاد. لازم يجي نسمي لك الاسماء فلان وفلان، نسميهم، عندهم علم، عندهم شيء، عندهم مسار. يعني انا مشواري باين من 70 نكتب نساهم بكتابين معروف. هذا ملي جا البارح وراه اليوم حاكم الاقتصاد الدنيا، الملايير والعشرات الملايير بالدولارات. هادو الناس اللي يحبوهم، هادو اللي يحبوهم النظام، يحب هاد الوجوه، ما يحبونيش انايا ولا مثلي ولا الاجيال اللي يجيو بهاد الافكار. هادو ما يصح لهم والو، ويتامروا عليهم دائما، يجيبوا واحد جاهل يحطوه على الاخر وانت تستنى بعد يدير لك اقتصاد، ما يقدرش الجهل ما يبنيش اقتصاد. سيد بكروح، هذا الكلام بالرغم من انه واقعي لكنه مخيف. بيان سور لازم نخافوا احنا، كيما هو واحد عايش باطل ومن بعد ما يخافش، نهار يعرف اللي جاي وقت الحق، وقت الحقيقه، وقت الواقع، وقت يعني القواعد. كيف نجهز الجزائريين ونحضرهم لهذه المرحله؟ كيف؟ دوك تقول لي لازم يحضرهم المسؤول، هذا اللي راه علاش احنا ندو رايك انا داير الحساب كل يوم، ندير كيما كان يقول بورقيبه بكري يهضر كل شيء العشيه، نهضر له انا نقول له هو باش ما لازمش ديروا، اعطيوني نجي اعطيني حصه هنا كل 10 دقائق والله غير نوجه الشعب. معليش يعني انت واش تقترح؟ معليش نسمعوا فيك، ممكن ياخذوا بعين الاعتبار كل ما تقول. ما ياخذوش بعين الاعتبار، ما تقدرش، ما خلي الامور خلي، لماذا لا؟ خاطرش يناقض مصالحهم فقط، ماشي لخاطرش هذا. ولكنك انت معليش انت راك تتكلم في مصلحه الشعب، خلينا من مصالحهم هما والاشخاص، ما على باليش، خلينا المهم انت. هما اللي يقول لك احنا اللي عندنا شرعيان، يقول لك شكون انت؟ معليش يدوا افكارك، كنت افكارك في خاطر الشعب. معليش يا سيدي انا ولا غير ما تشوفي عندي بستان مد، يعني هذا الشيء والله قابل. واش حبيت نروح للحبس؟ نروح للحبس يعني لا تغير في هذه، هات برك يعني يرجعوا للطريق، يرجعوا للطريق، باسكو راه مخدونا الشعب هذا مداونا للبحر، راح ينصر لنا كما هذوما اللاجئين والله العظيم. وحنا يكرهونا السوريين، السوريين عارفينهم مربيين قاريين ملح، ما يستقبلوهم، حنا ما يستقبلوناش في التسعينات، ما استقبلوناش، ما جاوش لينا هما، ما تطفل صغير العالم كاع ناض. غاد هما ذاك تفيل الكردي هذاك رحمه الله في عمر سنتين برك، العالم تبدل، كانوا خايفين متخوفين من هذوما اللاجئين. نعم. وفتحوا لهم كاع صدورهم قلب الصورة، غيرت كل مجرى التاريخ. احنا نعم. رايحين لهذاك، المشاهد هذوك نعرفوها. لا ولكن الجزائريين لابد لهم ان يستعدوا لهذه المرحلة، هذا واش حبيت نقول لك، وهي مرحلة يعني رايحين لها بدون والله غير مازال بدون اي شك، خاطرش دوك الاليات التقنية والامكانيات الماليه الموفره الان متوفره الان، ولا غير قادرين نصنعوا بها مسلك، نديروا يعني ان ديمارش، يعني نديروا هربه، نهربوا من الازمه هذه. قادرين حتى لو ذهبت الجزائر في طريق انه تنحي الدعم عن المواد الاستهلاكيه؟ الدعم انا قلت لك لازم تدريجيا نبداو نميزوا اولا بين اللي ما يحتاجش الدعم، ما لازمش يوصلوا الدعم، هذه وحده. نقضيوا على التهريب هذا في الحدود، هذا لازم. دوك الجيش في الفتره الاخيره هذه شفنا يعني اجراءات، خويا واحد يدير هكذا نقول لك صح، هذا ماهوش جزائري، يجوز للحدود اللي يحاوزوه ولا يقتلوه ولا، والله العظيم هذا البلاد هذه لازم تبدا شويه فيها النظام، فيها صرامه. قال هايلك البلاد قبل كل شيء، ولا تكون انت ولا رئيس جمهوريه ولا وزير ولا انسان حاكم لها
في مش عارف شنو هذيك مسير دوله عنده بغى اللي يضل يبيع في ليسونسيل تم، هذا مجرم كبير. حنا الا تلعبوا بها يقول لكم معليش ما كان والو عنده دريرياتو. والله يعني خطابك هو واقعي وفي نفس الوقت شعبوي، يعني ناس شعبوي. لا ضد شعبوية لا خطابك من هو يعني واقعي ويدخل على طول لذهنية الشعب الجزائري، يعني يفهموه الشعب إن شاء الله، يفهموه الشعب بسيط بسيط. والله العظيم أنا متيقن باللي هالشعب. أنا قلت شوف أنا أقول الحقيقة الشعب هذا ديركت ما بقاليش بزاف دو ديجا واش بقى من عمري أنا نقول له كل لا ما زالك شباب. لا لا ما زالك شباب. لا ما زالك لا ما زالك معليش لا ما زالك البركة. إحنا محتاجين ناس كيما أنت. لا إحنا محتاجين. أنا لازم نقول الشعب شوف واش نعرف. أنا مانيش نقول أنا باسكو جيت كلفني ربي ولا مش عارف شنو ولا مش عارف الشيخ ولا والو. واش يعني زوج حريفات نعرفهم ونقولهم نقولهم هذا مكان وين نعرف بلي الشعب تجربة والله يتقبل هذا الشيء هذا باسكو على باله شوف او على باله كل شيء.